أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجة الحرارة استمرت أقل من معدلاتها في أغلب المناطق، طقس بارد نسبيا ساد في المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية، بينما كان لطيف إلى دافئ نوعا ما في المنطقة الغربية والسواحل المطلة على البحر الأحمر. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تسود أجواء رطبة، تشكل للضباب الخفيف مع 11 درجة مئوية، الملموسة 11، رطوبة مرتفعة حوالي 82%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نذهب الآن وإياكم للتوقعات الجوية اليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 21 إلى 7، عرعر 18 إلى 8، وتبوك 21 إلى 8 مع أجواء مستقرة. بالنسبة للمنطقة الغربية، جدة 33 إلى 17، المدينة المنورة 28 إلى 14، مكة المكرمة 32 إلى 18، والطائف 23 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، جازان 30 إلى 26، أبها فرصة لزخات العديد من الأمطار 21 إلى 8 درجات، الباحة 18 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الشرقية، حفر الباطن 20 إلى 11، الدمام 24 إلى 14، والإحساء 22 إلى 11. أخيرا المنطقة الوسطى، حائل 21 إلى 8، بريدة 21 إلى 10، والرياض طقس مستقر تفرق للغيوم 22 إلى 12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.